أنا وهي إحنا النهاردة هنتكلم في Unit 2 Lesson 2 The Similarity of Triangles. في الدرس ده إحنا هنتكلم عن الـ Cases of Triangle Similarity، إمتى أقدر أستنتج إن اتنين Triangles similar لبعض، وهنتكلم برضو عن بعض الـ Corollaries للـ Cases دي، أهمها الـ Properties بتاعة الـ Perpendicular اللي بيبقى drawn من Right Angle Triangle من Vertex جوه Right Angle Triangle للـ Hypotenuse. أول حاجة معانا هي الـ Angle-Angle Similarity Postulate. دي بتقول لنا ان انا لو عندي اتنين تراينجلز اي بي سي مثلا و اي داش بي داش سي داش، وحصل انه عندي انه اتنين انجلز كونجروينت لاتنين انجلز، يعني كمثال انجل اي كونجروينت لانجل اي داش، انجل بي كونجروينت لانجل بي داش، يعني ميجر انجل اي ايكوالز ميجر انجل اي داش و ميجر انجل بي ايكوالز ميجر انجل بي داش. اقدر من ده استنتج انه الاتنين تراينجلز دول سيميلر لبعض، يعني تراينجل اي بي سي ساعتها بيبقى similar لتريانجل A داش B داش C داش، وأقدر من ده استنتج إن الـ 3 angles بتاعتهم equal لبعض، يعني angle A equal angle measure angle A equals measure angle A داش، measure angles B equals measure angle B داش، و measure angle C equal measure angle C داش. عندنا كده شوية notes، إنه أول حاجة إن كل الـ equilateral triangles similar، وده طبعا علشان الـ أي اتنين equilateral triangles هيحصل ان عندي الثلاثة angles الميجر بتاعهم 60 degrees، فعشان كده انا هيبقى عندي دايما في اتنين angles congruent الاتنين angles تانيين، فعشان كده اي اتنين equilateral triangles هيبقوا similar. طيب تاني حاجة بيسألني امتى اتنين isosceles triangles يبقوا similar. لو انا عندي اتنين isosceles triangles مثلا كده ABC، وعندي دي size الisosceles فيهم، وعندي هنا DEF ودي السايدز اللي بتخليه isosceles، فهم بيبقوا similar في حالتين. أول حالة لو أنا عندي إن angle B is congruent لangle E، ساعتها بما إن angle B نفسها الميجر بتاعها equal لangle C، فعشان كده الميجر بتاع angle E هيبقى برضو equal لangle C، وبما إن measure angle E equal measure angle F، فmeasure angle F هيبقى equal لmeasure angle C، فهيطلع إن أنا في الآخر عندي اتنين angles congruent لاتنين angles، فعشان كده هيبقوا similar بالangle angle similarity posterior. تاني حاجة لو angle A is congruent لangle D، لو angle A is congruent لangle D يعني لو حصل عندي كالآتي، فاحنا عارفين انه angle B بتساوي 180، measure angle B بتساوي 180 minus measure of angle A divided by 2، ونفس الكلام بالنسبة لـ measure angle E، 180 degrees minus measure angle D over 2، بما إن measure angle D equals measure angle A، فعشان كده measure angle B equals measure angle E، ويبقى أنا كده بقى عندي اتنين angles equal in measure لاتنين angles تانيين، فعشان كده الاتنين دول هيبقوا similar. ثالث حاجة معايا ان انا لو عندي اتنين right angle triangles امتى بيبقوا similar. لو انا عندي اول right angle triangle زي مثلا كده A B C، وده تاني right angle triangle D E F، وحصل ان انا عندي هنا right angle وهنا right angle، الاتنين بيبقوا similar لو انا عندي واحد من الاتنين angles دول equal لواحد من الاتنين angles التانيين، يعني لو انا عندي انه الميجر بتاع انجل A is equal in measure لانجل D، لما بقول equal بيبقى دايما قصدي equal in measure، او بطريقة تانية انه انجل A is congruent لانجل D، او انجل C is congruent لانجل A. طيب example 1 بيقول لنا عندنا triangle ABC ال D belongs to AB و E belongs to AC و DE parallel ل BC، وبعدين بيقول لي انه BD equals 1.2 سنتيمتر، AE equals 3 سنتيمتر، AC equals 4 سنتيمتر، DE equals 4.2 سنتيمتر. بيقول لي اثبت انه triangle ADE is similar to triangle ABC. طيب بما ان احنا عندنا ان triangle DE parallel ل BC، مش triangle اسف قصدي side DE parallel ل BC، يبقى و AB ده بيintersect الاثنين في D وفي B، يبقى علشان كده نقدر نستنتج انه angle
ADE congruent الانجل ABC، بما ان دول يعني اللي هي ده traversal بيقطع اتنين parallel، فعشان كده نقدر نستنتج ان الاتنين انجلز دول congruent. نفس الكلام الناحية التانية، نقدر برضو نستنتج ان الاتنين انجلز دول congruent. لو كتبنا الموضوع ده هنلاقي انه measure angle ADE equals measure angle ABC و measure angle AED equals measure angle ACB. على هذا الأساس نقدر إن إحنا نستنتج إنه triangle ADE is similar to triangle ABC عن طريق الـ angle-angle similarity postulate. أوكي، تاني حاجة بيقول لي find the length بتاع AD and BC. أوكي، إحنا بقى برضو نقدر إن إحنا نستعمل السيميلاريتي دلوقتي. السيميلاريتي بتقول لنا إن السايدز دي proportional، معنى إن السايدز proportional إنه AD divided by AB equals AE divided by AC equals ED divided by BC. أوكي، إحنا هنا معناش AD، إحنا عاوزينها، بس معانا AB، بس يعني معانا AD AB in terms of AD. يعني AB هي عبارة عن AD plus 1.2، AE معانا ب 3 و AC معانا ب 4، ED معانا ب 4.2 و BC احنا عاوزين نجيب. فأول حاجة نجيب AD، نقدر ان احنا نجيب AD كالآتي: AD divided by AD plus 1.2 equals 3 over 4. يعني نقدر نعمل cross multiplication فيجي لنا انه 4AD equal 3AD plus 3 times 1.2، يعني AD equals 3 times 1.2 اللي هي equal 3 times 1 plus 3 times 0.2، يعني equal 3 plus 0.6 اللي هي 3.6. إذن AD بتطلع ب 3.6 سنتيمترز. تاني حاجة هي BC، BC بتيجي بكروس مالتيبليكيشن عادي خالص، إن BC equals 4 times 4.2 divided by 3 centimeters. Corollary 1 بتقول لنا إن أنا لو عندي line drawn parallel to one side of a triangle وintersects the other two sides يبقى resulting triangle similar للtriangle الأصلي. يعني لو أنا مثلا عندي triangle زي ABC وعندي فيه line زي DE، لو أنا رسمت DE parallel لللاين الثالث اللي هو BC، وزي ما احنا شايفين كده هو بيintersect AB وAC at D وAT E، يبقى الresulting triangle الصغير اللي هو triangle ADE ده similar للتريانجل الأصلي اللي هو triangle ABC. نفس الكلام هنا، يعني هو هنا بس ملونه لنا لون تاني علشان نلاحظ ده. هنا برضو نفس الكلام لكن بره، يعني لو انا عملت side بره DE parallel BC وبعدين عملت extension للسايد بحيث ان هي يعني بقت زي كده، لو انا عملت extension ل AB وصل هنا و extension ل AC وصل هنا، فبرضه التريانجل الصغير similar للتريانجل الكبير. تريانجل ADE similar to triangle ABC. example 2 بيقول لنا ABC ده triangle و DE belongs to AB زي ما احنا شايفين، بعدين بيقول لنا DE parallel ل BC. وبعدين بيقول لنا انه DF parallel ل EC. اثبت انه triangle ADE اللي هو التريانجل الصغير ده similar لتريانجل DBF اللي هو التريانجل ده. طيب احنا عارفين انه بما ان ده parallel يبقى انا اقدر استنتج انه الميجر بتاع angle ADE equals الميجر بتاع angle ABC، علشان بما ان دول parallel هنقدر استنتج انه triangle ADE is similar to triangle ABC. اوكي، فدي كده اول معلومة، يعني ممكن نقدر ان احنا نرسمها هنا كده. اوكي، تاني حاجة، زي ما احنا شايفين كده الاتنين sides دول parallel لبعض وبيقطعهم traversal معين، فنقدر ان احنا نقول انه الانجل دي equal in measure للانجل دي. فعشان كده نقدر ان احنا نقول انه measure angle DFB
equals measure angle ECB. اوكي حاجة كمان وهي انه برضو عشان triangle ADE similar to triangle ABC فاحنا نقدر نقول انه measure angle AED equals measure angle ECB يعني دي ودي او نلونهم بلون تاني علشان احنا already استعملنا الاخضر بس احنا برضو كنا عارفين انه دي هي هي دي او الاثنين يعني congruent فعشان هما الاثنين congruent نقدر ان احنا نستنتج انه measure angle DFB equals measure angle AED وبكده زي ما احنا شايفين ده كده اول انجل عندنا الميجرز بتاعتهم ايكوال ودي تاني انجل برضه عندنا الميجرز بتاعتهم ايكوال يبقى من الاثنين دول نقدر نستنتج انه تراينجل دي بي اف is similar to triangle AD. اوكي كورولاري 2 بتقول لنا ان انا لو عندي تراينجل اي بي سي رايت انجل ات اي ونزل منه perpendicular ال perpendicular ده نزل على الهايبوتنس بي سي اقدر ان انا استنتج انه اي دي بي الترينجل اي دي بي اللي هو الترينجل الصغير ده is similar to triangle اي دي سي البروف بتاع الكورولاري دي بسيط البروف كالاتي ان انا هنا عندي اي دي بي واحط برضو هنا اي وبعدين هنا بي وهنا سي زي ما احنا شايفين انجل بي كومن انجل هنا والميجر بتاع انجل سي اي بي اللي هو 90 degrees equals الميجر بتاع انجل اي دي بي اللي هو برضه 90 degrees وعلشان دي كومن انجل فاحنا كده عندنا اثنين انجلز كونجروينت لبعض يبقى اذا التراينجل الصغير ده اللي هو اي دي بي كونجروينت سيميلر اسف للتراينجل الكبير اللي هو اي بي سي نفس الكلام بالنسبه للتراينجل بتاع الناحيه الثانيه اللي هو اي دي سي ده برضه هيبقى سيميلر للتراينجل بي اي سي Example 3 بيقول لنا ABC is the right angle triangle at A, AD perpendicular to BC, prove that DA is a mean proportional to DB and DC. طيب نقدر ان احنا نعمل البروف ده عن طريق رقم واحد ان احنا نشوف انه triangle ADB بالكورولاري اللي احنا لسه واخدينها يعتبر similar لتريانجل CAB. ونفس الكلام برضو الناحية التانية انه triangle ADC يعتبر similar لتريانجل BAC. طيب من الأولانية نقدر إن احنا نستنتج إنه AD divided by AC equals DB over AB equals AB over CB ومن التانية نقدر إن احنا نستنتج إنه AD over AB equals DC over AC equals AC over BC فمن اول equality هنا اللي هي دي نقدر نستنتج انه AD over DB equal AC over AB ومن تاني equality هنا نقدر نستنتج انه AD over DC equals AB over AC يعني لو خدنا الريسيبروكال بتاعهم هما الاثنين هيجي لنا انه DC over AD equals AC over AB. اوكي كل اللي علينا هنا ان احنا نستعمل ال two sides بتوع اخر equality اللي هي AD over DB equals DC over AD لو عملنا cross multiplication يجي لنا انه AD squared equals DB times DC وده معناه انه DA equals the square root DB DC يبقى هو عشان كده هو الجيومتريك مين بتاع DB and DC. Example 4 بيقول لنا ABC is a right angle triangle at A و AD perpendicular to BC. Prove that AB squared equals BC times BD. أول حاجة نستعملها إنه triangle ADC is similar to triangle BAC. فمن ده نقدر إن احنا نستنتج إنه AD divided by AB equals AC divided by BC تاني حاجة نقدر نحن نستعملها هي انه triangle ADB
is similar to triangle CAB. Okay, من هنا نقدر نحن نستنتج إنه AD divided by AC equals BD divided by AB. طيب ومن فوق احنا برضو نقدر نستنتج انه AD divided by AC equals AB divided by BC. فلو عملنا substitution هنا هنلاقي انه BD over AB equals AB over BC. لو عملنا cross multiplication هنوصل انه AB squared equals BC times BD, وده اللي احنا كنا عايزينه. اوكي Example 5 بيقول لنا لو احنا عاوزين نقيس الهايت بتاع الشجرة دي اللي احنا نسميه X متر عن طريق الريفليكشن. يعني احنا مش عايزين نقيسها دايركت, احنا عايزين نقيسها عن طريق انه مثلا احنا هنعمل شايننج اللايت من فوقيها. اللايت ده هينزل على ميرور. لما اللايت بينزل في معلومة بس كده ان الانجل اوف انسيدنس بالنسبة للبربنديكولار على الميرور هي الانجل اوف ريفليكشن. ولما بيرفلكت احنا بنقيس الطول اللي هو بيرفلكت عليه, فهنا طلع 1.5 متر. وعندنا الديستانسز دي. ازاي نقدر ان احنا نحسب اكس؟ بسيطه. يعني لو دي هي الترينجل بتاعي, فهنا اكس وهنا 6 متر, هنا 1.2 متر, هنا 1.5 متر. بعدين هنا عندي بيربنديكولار, هو بيقول لي ان دي انجل اسمها ثيتا ودي برضو ثيتا علشان الاثنين ايكوال لبعض. يبقى اذا اكيد الانجل دي اللي احنا هنسميها الفا بتساوي 90 ماينس ثيتا بما ان ده بيربنديكولار, وهنا برضو 90 ماينس ثيتا, فاذا دي برضو الفا. وهو هنا بيقول لي ان التري دي واقفه بيربنديكولار تو ذا جراوند, فدي انجل بيربنديكولار. ونفس الكلام بالنسبه للراجل اللي واقف الناحيه الثانيه. فانا كده بقى عندي اثنين بيربنديكولار انجلز واثنين angles alpha الميجرز بتاعتهم equal. الميجرز بتاعتهم الاثنين equal 90 minus الميجر بتاع angle theta. فعلشان كده احنا من ده نقدر ان احنا نستنتج ان الاثنين triangles دول similar لبعض. بما ان هم similar لبعض اقدر استنتج انه x divided by 1.5 equals 6 divided by 1.2. يبقى على كده x هتبقى بتساوي 6 times 1.5 divided by 1.2 اللي هي هتساوي 7.5. اوكي عندنا theorem هي الـ side-side-side similarity theorem, ودي بتقول لنا إن أنا لو عندي اثنين triangles ABC و DEF وحصل إن الـ sides بتاعتهم proportion, يعني AB divided by DE equals BC divided by EF equals AC divided by DF. فأنا أقدر أستنتج من ده إن triangle ABC similar to triangle DEF. البروف بتاعها كالآتي. أول حاجة إحنا هناخد point X equal to DE, يعني AX equal دي ان لينث, وبعدها هنرسم اكس واي بارلل لبي سي. يعني احنا هنرسم اكس واي, واي دي بتانترسكت سايد اي سي بحيث انها تكون بارلل لبي سي. مبدئيا كده من ان ده لاين بارلل جوه تراينجل, فاحنا نقدر نستنتج انه تراينجل اي اكس واي از سيميلر تو تراينجل اي بي سي, ودي أول معلومة معانا. طيب تاني معلومة من الحتة دي احنا نقدر نستنتج انه AX انه AB divided by AX equals BC divided by XY equals AC divided by AY. طيب بس احنا بالأسامشن بتاعنا AX equals DE, فاحنا ممكن نسبستيوت هنا, فجالنا انه AB divided by DE equals BC divided by XY. لكن احنا عارفين انه AB divided by DE equals BC divided by EF, فممكن برضو نديها هنا كده BC divided by EF. نلاحظ انه XY equals EF, فاحنا هنكتب دي انه XY equals EF, وبرضو بطريقة مباشرة نلاقي انه AY equals DF. من الـ 3 equalities دول احنا كده نقدر نستنتج انه triangle AXY congruent لtriangle DEF.
وبما ان هما congruent فبما ان كل ال measures of angles اللي جواهم بقت equal فهم برضو similar. فانا كده جالي ان triangle AXY similar ل triangle DE. من الاتنين دول اقدر استنتج ان triangle DEF is similar to triangle ABC. ده explanation للبروف. البروف نفسه يعني ازاي اقدر ان انا اكتبه في امتحان بطريقة منظمة موجود في الكتاب، لازم اقدر اشوفه. يعني الطريقة دي هي بس علشان نقدر ان احنا نشرح البروف، لكن البروف نفسه له قواعد معينة في الكتابة تقدروا تشوفوها في الكتاب. اوكي، عندنا هنا example 6 بيقول لنا proof من الشكل اللي قدامنا ده انه triangle ABC is similar to triangle XBY. نقدر ان احنا نثبت انه triangle ABC similar to triangle BXY عن طريق side 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 similarity theorem، بمعنى انه AB divided by XB equals 12 divided by 9 و AC divided by XY equals 18 divided by 13.5 وانه BC divided by BY equals 18 plus 6 divided by 18 اللي هي 1 plus 1 over 6. لو حسبنا الثلاثة ratios دول بالكالكوليتر هنلاقي ان كلهم هيطلعوا equal لبعض، يعني دي هتساوي مثلا يعني 9 plus 3 over 9 اللي هي 1 plus 3 over 9 اللي هي 1 plus 1 over 6 برضه، وهكذا هنا. فبما ان الثلاثة ratios دول equal لبعض فاحنا نقدر نستنتج بال side 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 similarity theorem ان triangle ABC is similar to triangle XBY. تاني حاجة بتقول لي اثبت انه BC bisects angle ABX. والله من السيميلاريتي انا اقدر اقول ان الميجر بتاع انجل اي بي سي ايكوالز الميجر بتاع انجل اكس بي واي. فمن الاثنين دول انا كده عرفت انه الانجل دي از كونجروينت للانجل دي، فاكيد ده كده يعتبر بي سي يعتبر بايسكتور للانجل الكبير. اكزامبل 7 بيقول لنا لو انا في الشكل اللي قدامي ده عندي اي اي اوفر سي اي equals BE over DE و AC over CE equals BD over DE. prove انه AC parallel لBD. طيب من الأولانية احنا ممكن نستنتج من أول relation انه AE over BE equals CE over DE، مجرد بس هعمل multiply by CE و divide by BE للناحيتين. ونفس الكلام في الثانية AC divided by BD equals CE divided by DE. من الاثنين دول اقدر اقول انه AE divided by BE equals AC divided by BD equals CE divided by DE. اوكي، زي ما احنا شايفين كده ده هنا كده بيقول لي AE divided by BE، يعني بيقول لي D divided by D equal ل CE divided by DE، ونفس الكلام هنا. فبال side 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 similarity theorem اقدر استنتج انه triangle EBD is similar to triangle EAC. بما ان هما الاثنين similar اقدر استنتج انه الميجر بتاع angle EBD equals the measure بتاع angle EAC، يعني هي congruent لD. ومن ال congruency بما ان هما الاثنين بيقطعهم line واحد اللي هو EA اقدر استنتج انه BD parallel لAC، وهو ده اللي انا عايزه. اوكي، عندنا هنا ال side angle side similarity theorem. دي بتقول لنا ان انا لو عندي اثنين triangles، الاثنين triangles دول عندهم اثنين angles congruent لبعض اللي هم angle مثلا هنا angle A وangle D، والاثنين sides التانيين اللي حوالين الانجل اللي هم congruent عليها proportional لبعض، يعني AB divided by DE equals AC divided by DF. بيقول لي هنا اثبت انه الاثنين triangles دول هيبقوا similar.
علشان اثبت ده هعمل حركه زي اللي احنا عملناها في السايد سايد سايد سيميلاريتي ثيرم. هاخد هنا بوينت اسمها اكس بحيث انه ax equals te، وبعدين هرسم xy parallel lBC. وبعدها انا عارف انه triangle axy similar للtriangle ABC علشان xy parallel BC. فانا عشان كده اقدر استنتج انه AB divided by AX equals AY divided by AC equals XY divided by BC. فاحنا من هنا نقدر ان احنا نستنتج انه بما انه AX equal DE، فاحنا كده نقدر ان احنا نستنتج انه AB over DE equals AY over AC equals XY over BC. من ده نقدر نستنتج انه AY equals DF بنفس الطريقة بالظبط بتاعت الـ side 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 similarity theorem الـ proof بتاعها. فاحنا كده بقى عندنا AX equal DE وعندنا AY equals DF و angle A congruent الـ angle D. من التلاتة دول نقدر ان احنا نستنتج انه triangle AXY is congruent. نمسح دولنا من المكان. Is congruent to triangle DAF. من ال congruency نقدر ان احنا نستنتج طبعا similarity، يعني triangle AXY similar ل triangle DAF. وبما ان احنا عارفين انه triangle AXY similar ل triangle ABC علشان XY parallel ل BC، فاحنا كده نقدر ان احنا نستنتج انه triangle DAF similar ل triangle ABC. Example 8 بيقول لنا ABC is a triangle in which AB equals 8 cm, AC equals 10 cm, BC equals 12, BD equals 4, DC equals 8, DE equals 6, و AE equals 2. أول حاجة بيقول لنا prove that triangle BDE is similar to triangle BAC and deduce the length of DE. طيب علشان نثبت كده يعني عندنا هنا BDE وعندنا هنا BAC. طيب احنا عندنا ان اللينث بتاع BC هو 12، اللينث بتاع AB هو 8، اللينث بتاع DB هو 4، اللينث بتاع BE هو 6، واللينث بتاع AC 10 و DE انا مش عارف. وزي ما احنا شايفين angle B is a common angle. طيب فمن ده نقدر ان احنا نستنتج ايه؟ رقم واحد نقدر نقول angle B is a common angle. تو نقدر ان احنا نقول انه BE over BC equals BD over BA equals هنا BE over BC اللي هي 6 over 12 اللي هي half، وبرضو BD over BA اللي هي 4 over 8 اللي هي half. فبال side angle side similarity نقدر نقول ان احنا triangle BDE is similar to triangle BAC. طيب determine the length of DE. Length of DE يقدر برضو ان احنا نجيبه بالسيميلاريتي انه DE divided by AC equals the BE over BC اللي هي equals half، وبما ان احنا معانا AC ب 10 فعشان كده DE equals 5 cm. طيب تاني حاجة بيقول لنا prove انه ACDE is a cyclic quadrilateral. عشان نثبت ان هو cyclic quadrilateral هنستعمل بس معلومة انه لو ال exterior angle بتاعت quadrilateral equal لل angle opposite ليه interior فهو ده بيبقى cyclic. فهنا احنا عندنا فعلا الموضوع ده بيتحقق، علشان angle BDE equals angle BAC in measure، يعني measure angle BDE equals measure angle BAC الاثنين congruent، فنقدر نستنتج ان ده cyclic quadrilateral اللي هو ACDE. In summary احنا النهاردة اتكلمنا عن الـ angle-angle postulate والـ corollaries بتاعتها، واتكلمنا عن الـ side-side-side theorem والـ side-angle-side theorem. ودول كلهم يعني دول كده الـ main results of mathematics اللي موجودة في الـ similarity، ودول مهمين جدا لأن هم بيحددوا
في حالات كتير قوي امتى اتنين triangles similar. As an exercise هنا لو احنا عندنا انه triangle ABC PAC equals 9 سنتيمتر, BE equals 2 سنتيمتر, EC equals 7 سنتيمتر, BD equals 3 وDA equals 3 وDE equals 1. احنا عاوزين نفايند y. يا ريت تسيبوا لي الانسر في الكومنتس وشكرا ليكم.